حقق السلمية فوزا صعبا على الجرين متذيل الترتيب ب 37 هدفا مقابل 35 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ختام المرحلة 11 من الدوري الممتاز لكرة اليد. وكان السلمية قد أنهى الشوط الأول لصالحه ب 18 هدفا مقابل 16، وبهذا الفوز رفع السلمية رصيده إلى 13 نقطة، بينما ظل الجرين على رصيده السابق بنقطتين فقط. لاعب مميز هذا اللاعب، شوف طريقه، الجدي ايضا الجدي نزول على الدائره، وين الجيلاني الهروب من الرقابه هدف. اوه يا سلام عليك يا محمد، حاضر الفاست بريك سلاح يا عبد. يا سلام يا انور يا ابن عبد الله دحل، السلام عليك يا الشمالي. اللعب السلبي راح يكون متواجد، دشتي كمل ويلا يا سعود الجناح، ويا سلام يا سلام عليك يا حسين السلمان، يا سلام عليك في وقت يا السرحان، هذا الخبرة السرحان، شوف عرف في وقت تبديل ونفين والجناح.